عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقوم بعرض حل هذا التمرين حول لنومبرييل الذي طرح بجامعة هواري بومدين اكزاما فينال لشعبة الاس تي والاس ام، بطبيعة الحال مات او يستفاد منه جميع الشعب العلمية لسنة الاولى الذين يدرسون اناليز التحليل. بطبيعة الحال اولا لدينا هذه المجموعة، نحاول ايجاد الماكس واللانف والمين كل تمرين، وكيف ما هو الاجراء الذي نقوم به من اجل حساب المين والماكس والسيب واللانف. اول شيء هنا ماذا نحاول ان نحصر هذا عن طريق الحصر، او شيء ماذا نفعل؟ اذا كالكس هو ان ينتمي الان ان زائد واحد اكبر دوما من الصفر. اذا اول شيء نكتب هذا الامر، واضح الامر هناك يقول لماذا كتبت هنا؟ لان في المقام لدينا ان زائد واحد، يعني ما دام عندنا في المقام ان زائد واحد نحاول، يعني نحاول في الوسخ تحاول حتى تجد باذن الله. اول شيء ماذا نقوم بوضع المقلوب، لما نقوم بالمقلوب تتغير اتجاه المتراجعه وتصبح اصغر او يساوي من واحد. بطبيعه الحال واحد على ان زائد واحد دوما اكبر من الصفر، نضيفها وذلك من اجل حصرها. الان بعد ذلك ماذا نقوم؟ نقوم بضرب الطرفين في ماذا؟ في ناقص واحد. لما نضرب في ناقص واحد تتغير اتجاه المتراجعه وتصبح بهذا الشكل. لماذا ضربنا في ناقص واحد؟ نلاحظ ان الموجود الاكسبونسيال مضروب في ناقص واحد، يعني خطوات حتى يعني نود حصر هذا الجزء عن طريق خطوات واضحه. بعد ذلك ماذا نفعل؟ نقوم بادخال الاكسبونسيال جميع الاطراف، لا تتغير اتجاه المتراجعه. لماذا؟ لان الاكسبونسيال دوما متزايد، يعني الاكسبونسيال متزايد، لان الرسم بالتقريب تاع الاكسبونسيال يكون بهذا الشكل، الاكسبونسيال دو صفر هنا واحد والى اخره. ما دام اذا نلاحظ انها متزايده، ما دام الاكسبونسيال متزايده لما ندخلها لجميع الاطراف لا تتغير اتجاه المتراجعه. بعد ذلك نقوم باضافه واحد في جميع الاطراف وتصبح العباره بهذا الشكل. اذا الان ماذا نلاحظ؟ اننا قمنا بحصر هذا ال عن طريق اثنان من جهه اليسار او اليمين، هو واحد زائد اكس ناقص واحد من جهه اليمين. اذا ماذا نلاحظ؟ انها ماجوري اي مينوري، يعني محدوده من الاسفل ومن الاعلى. امبليك ماذا؟ امبليك ان لاف والمي سيب اكزيست، يعني لاف والسيب اكزيست. من جهه اخرى ماذا لدينا؟ اذا هنا ماذا امبليك؟ اذا ماذا امبليك في هذا؟ ان اللاف يساوي ماذا؟ يساوي واحد زائد الاكسبونسيال ناقص واحد، ولكن واحد زائد الاكسبونسيال ناقص واحد ينتمي الى ا. نعم او لا؟ نعم. لماذا؟ لان من اجل ان يساوي صفر نجد واحد زائد الاكسبونسيال ناقص واحد على ان زائد واحد وتساوي واحد زائد الاكسبونسيال ناقص واحد. اذا ينتمي، ما دام ينتمي فان المين اكزيست. اذا مين دو ا يساوي واحد زائد الاكسبونسيال ناقص واحد ويساوي لانف دو ا. اذا ما دام راهي مينوري فان الليف اكزيست، اللانف اكزيست ويساوي واحد زائد الاكسبونسيال ناقص واحد. بالاضافه الى ذلك ان هذا اللانف ينتمي الى المجموعه ا، فنقول هو نفسه المين اكزيست. اما الان الى الان اذا ماجوري، ما دام راهي ماجوري معناه السيب اكزيست. ماجوري عن طريق اثنان معناه السيب كم يساوي؟ السيب يساوي اثنان، لكن اثنان لا ينتمي الى ا. لماذا؟ لان لا ليميت، لان لا ليميت عن ان زائد ما لا نهايه تساوي اثنان. معنى امبليك ماذا؟ يعني النهايه تحت تساوي اثنان، معناه اثنان ليس لديه كما نقول سابقه في هذا المجموعه، يعني نقصد ليس لديه سابقه بالنسبه الى ان تساوي اثنان، النهاية تاعو تساوي اثنان، معناه ان لا ينتمي الى ا، دونك الماكس نيكزيست با. اذا المين يساوي اللانف ويساوي واحد زائد الاكسبونسيال ناقص واحد، والسيب يساوي اثنان يساوي الماكس، لا يساوي الماكس لان الماكس نيكزيست با. اذا شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.